انا اعرف واحد من الناس واحد اللي يظن واحد الله في ظله يوم لا ظل. الله اكبر. واحد من جيراننا بنيته نحيفه وضعيف استضعف اذا شفته سبحان الله. لكن يا جماعه الخير ما فيه مثل مرابطه للصلاه. يطلع قبل ثلث ساعه او ربع ساعه للمسجد وحريص حرص، سواء فجر ظهر عصر في اي اوقات، غبار مطر سبحان الله. ابشر بخير والله ان شاء الله. الله ابشر بخير ان شاء الله من هالخير ان شاء الله. ان شاء الله الله يرحمه تقبل منا. يتعود على المسجد وهو صغير سبحان الله يكبر. يعني من صغره تربى على المسجد. احسنت والله يكبر يشيب هو. احسنت يعني الركز الاولى تصير عاده وعباده تصير. الله الله صح. الله يعلق قلوبنا بالمساجد وبالصلاه ان شاء الله. قولوا امين. اللهم امين. اللهم شو هيدا النصيحه اللبنانيه؟ هايدي جايه من لبنان النصيحه. لا والله جت من لبنان. لا من لبنان ما جت من لبنان. لا القريات ذي. هي قريات. لبنان ذي. القريات. خلوا يعني. لا لقريات. اذكر الله اذكر الله. لا اله الا الله. كيف؟ والله بطل. يا ابوي ده ختم الاردن. يا مخلي. السفرية طال عمرك انا رحالة. لا بس هذه الاردن. ها؟ هذه لهجة اردن. لا لا لا. لا. لبنان بحكم قرب القريات من بلاد الشام فيها نسب، فيها زيارات، فيه سفر، فيه روحات وجيات بيننا وبينهم. هم يجون جايين مكة والمدينة أو جايين العمل وحنا نروح، فدائما نحتك فيهم على الحدود، المناطق الحدودية أو داخل القريات. ما شاء الله. فطبيعي احنا والعلاج هناك. علاجات. كل حقين تبوك والقريات. دراسة. روح هناك دراسة وعلاج. كم بين تبوك القريات؟ داخل المملكة 600. من طريق اردن 400. اي دخل يا رجل والله. لا الحد الحد تبوك. خل تبوك. اه كيف داخل المملكه؟ داخل لا من داخل المملكه تاخذ لفه. اوكي من عندكم من القريات لتبوك للحد 600 كيلو. للحد 650 من القريات لتبوك 600 كيلو. اي 600 كيلو 600 تزيد شوي. لكن في طريق المشاريع هي طريق بسيطه اللي عن طريق طبرجل. يختصر 100 كيلو. اوكي لكن وفي طريق ثالث اللي هو عن طريق الجفر. طريق الجفر بالاردن تطلع من الحدود بجوازك تقريبا 380 والله قريب. اللي هذا طريق المدرسين عن طريق تبوك اللي بتبوك ما يجون عن طريق السعوديه. لا الطريق جدا سيء. جوازاتهم رايحين جاي. سيء الطريق. ومنها بعد رزقها. سيء الطريق. سيء اي والله سيء. اي والله سيء. اليوم صفا كثير. طريق الجفر اي والله انه سيء بالحيل. ليه سيد واحد ولا سيد؟ في مخاطره فيه. سيد لكن في سؤال هنا زان الجفر صح ولا؟ ليش؟ لا خلاص من القريات الحدود 30 كيلو. 30 ما عارف وين يروح. من الحدود من الحدود القلب عمان 140 كيلو. كنت ما جبتها قريب والله وصيتك. هذا سؤال. هذا سؤال. ما لقيت نسال من هنا القريات كم فيها؟ منطقه عبد الجميري 1500 عبد الجميري. وش سؤالك عبد الله؟ ايش؟ وش سؤالك قبل شوي؟ سؤالي فيش؟ تقول انت كم بينكم وبين ايش؟ كم بينكم لا لا والله هذا بيسال سؤال وجاوبت جواب عن سؤال ثاني. طيب تفضل ما فات الا شيء. انا تبوك قرات فقط. مره لا جاوب عليه قال ايش سر اللهجه؟ هذا عنده سؤال هو بس ما ادري شو دخل اللهجه بحلال في لا جات السؤال الاول مخلد قال كلمه عذر هو شو مخلد الى عمان ساعه تقريبا ساعه اذا ما في زحمه حدود ولا في مشاكل على الخط. والله في ناس يجيبونها بقل من ساعه اذا صار في سرعه. بنجيك ان شاء الله يا ابو مخلد. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. نطلع منك عمان يا جماعه نتمشى ايام الشتاء ان شاء الله ايام الثلج اذا جاء في الاردن. الله يحييك. وانت علم ابد الساعه مباركه. اتوقع ما نلحق. طيب سيدك ايام اللي يجي فيها وش عمان ما نلحق والله. لا والله الناس يطلعون بعد الدوام. انا كنت اداوم احضر محاضرات وانا راس العمل عندي شغل. اوكي اطلع من الدوام احضر محاضرات باردن بالجامعه الاردنيه وارجع بنفس الليله. اكون العشاء الساعه 8 9 اكون بالقريه. ما شاء الله يوميا. انا درست ماجستير ما سكنت في عمان. تبي 30 كيلو سيب سيده صح؟ للحدود تشوف الباب بوجهك 30 كيلو قال كذا كل الى بيتكم اللي هي الحديثه مركز الحديثه الى بيتكم كم؟ منفذ الحديثه اكبر منفذ بري بالشرق الاوسط. ما شاء الله هو منفذ الحديثه هذا. اي والله اكبر منفذ بري. اسمع من قلب عمان الى بيتكم كم؟ مع الحدود والله فاضي الحدود على حتى تفرق من قلب عمان الى كم كيلو؟ في منفذ من تبوك كم عاد؟ 180 طلع العقبه صح؟ وثمانية من حقل
اها ضبا وضبا من ضبا مصر حقر حقر هو من ضبا مصر عبارة لو رحنا عبارة يا اخي الشرم ذاك اليوم اذكر يوم رحنا الشرم يقولون شرم الله شرم هذا جسمه هذه تبوك هذا شرم مصر شرم في شرم ترى شرم شرم الشيخ عندنا هو اسمه شرم احنا عندنا شرم شرم برجر يقولون بينهم يا عيال معلومة عن الموية شبكة الجوال شبكة الجوال مصرية يا شباب مخلد معلومة اللي يفتح الموية أفضل للنظافة اللي بيشرب الموية ما يفتحها كذا الأفضل اللي يفتحها كذا ويشرب لأن يفتح كذا على البلاستيك ويشرب منها يو أندرستاند أوكي بسم الله يو أندرستاند يو أندرستاند ما هي يو اللي هي رجل يو أندرستاند كمل الصف يا اخوانا الصف الاول كملوا بس الصف الاول يا شباب كملوا لا خل مجال عشان اللي بيمشي بيجي الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم
الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه استنى بسنته إلى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلى عليه فصلى عليه. ليش دائما نقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا، مع أننا نقدر نقول شيء مكتوب هذا وما ما يحتاج أن الواحد يدعي. فالحمد لله يعني الأمطار اللي أمس كانت خير علينا، بس بنفس الوقت شفت وش سوت فينا، قطعت البث ولعبت فينا وغيرت شغلات واجد، والله يستر من اللي حصل لهم برا إن شاء الله كل خير. والواحد دائما يدعي حتى لما قبل لا يركب السيارة، ليش الواحد يقول دعاء الركوب؟ يعني الواحد يقدر يقول إنه مكتوب لي الشيء إذا صار لي، يعني إذا بوصل مكان الفلاني أو بيصير لي حادث، ليش أقول دعاء الركوب؟ فالأدعية يعني تعطيك دليل إن في مجال مثلا إذا يعني بعد الله سبحانه، إذا أنت ركبت السيارة مكتوب لك مثلا إنك فلنفرض لا قدر الله كسر بشيء بجسمك، الدعاء ممكن يخفف عليك، يكون مثلا رضة خفيفة. فدائما الواحد يدعي يعني حتى قبل لا يدخل اختبار، حتى قبل لا يركب السيارة، بكل وقت حتى وقت الأمطار الواحد دائما يردد اللهم صيبا نافعا. فسبحان الله بعض المرات المطر يعني هو خير بالأخير، بس بعض المرات يعني تلقى يعني واحد فاقد لأخوه صغير وفاقد أمه أو شيء بسبب الأمطار. فالدعاء الواحد لا يستهين فيه بكل وقت، سواء هو قاعد هو طالع، حتى بسالفة يا رب تبعد عني العين، يا رب تبعد، تمسك ولدك أو بنتك الصغيرة تدعي إن ما يجيها عين وإن الله يوفقها بدنياها. فالواحد لا يستهين بالدعاء، ترى الدعاء ممكن يخفف عليك شغلات كثيرة بالمستقبل. والله يجزاكم خير. نقدر نقول إنه بالدعاء يهدد القدر. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم فكويس. الله يسلمك. نعم الله يفتح عليك مولانا. آمين يا رب. إن شاء الله. خاجة الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 سن يدك ها ما شاء الله متى تفكه اليوم كم تاريخ 13 آه نعم نعم أنا نطالب الأستاذ محمد الشمري نطالب ادارته ونطالب شيخ المندي بان يوفرنا قسم بالله جوعان في غير قسم لا في سلمان بارد تميت يوفرنا العذر والسموحه من الشاربة يقولون ما راح يقدرون يوفرونها بس اليوم في برجر وبطاط وحركات بس انا اتمنى تدق عليهم او انك تواصل معهم او انه احد يتواصل معهم او انك تعلمهم او انك ترسل لهم اي برقيه هذول جوعان مرن صح؟ بن ايه واضح كلامك وكلام الجوعان نعم ترسلني على مكان استاذ ابو تعال 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 ابوك عبد الله لا 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 ينشبه في صفر بالله عليك والله خليه عندي تخيل انا انت وعبد الله جنب بعض وش يصير؟ ها بلاش خذ لك اليود وكربونات الصوديوم ايه. يلا على ذلك اجلس بنكي وبرين شباب في سؤال في سؤال في بالي اول شيء الله يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله والعبادات لو طلبت منكم من يوم دخلنا القريه الى اليوم ابغى ثلاث اشخاص يذكرون لي مواقف سطروا فيها اجمل الصداقات شباب ما راح يطول الحوار اللي عنده موقف صار بيننا ثلاث مواقف سطرت اجمل الصداقات بيننا تركي وبدر الموقف حق تركي وبدر يوم تنازل عن التيشيرت مبلغ 200 ريال واعطاها بدر وتركي يفعلها وبدر يستاهل هذا انا عندي موقف رقم واحد طيب غير يا شباب من عنده موقف انا عندي مواقف عامة خلاص عبد الرحمن وبعد عبد الله عندي مواقف عامة اللي هو شلون تضحية الشباب بأغراضهم مثلا أبو غربي أبي عمه ما شاء الله عليه ما قصر فلان سرقت أو ضاعت طاقيته فتبادل الأغراض والأشياء الخاصة مثل الجاكيت مثل أشياء خاصة هذه أنا الصراحة أشوفها يعني احيانا يعني اخوان ما بينهم زي كذا متشاركين في نفس الشيء الذبان هذا ابو جميري شايف طاقيتي وضاعت طاقيتي اعطاني طاقيه طيب خالد شكرا ابو حامد انا سحبت عليه بجيك بجيك كلكم عينين في راس لا معليش عبد الله عبد الله انا اشوف انه مقطع في الايام هذه طيب اسلم لا خلاص عبد الله يسترح يسترح اهم شيء عندي عبد الله خليه خلي يتكلم ليه بكي علينا اسلم عبد الله لا ابو جميري سامعك زيادتها هات بينسى السالفه بينسى السالفه ايوه طيب هات توه هو استعراض المواقف هذه بدري عليها ما بدري صار لك مسبوع الان ما في مواقف يا حبيبي اليوم يصير 1000 موقف التضحيات جايه بتجي ان شاء الله بس انا قاعد اسال وطلعت فيه اجابات الله يخليك ابو جميري ناوي تعطيني شيء مخلص ايه ناوي اعطيك شيء مفتح الرفاه اسلم الخير كله ان شاء الله جميري يا رجل فكني من ذي لكم شباب الصوت تكفون بيض الله وجه يحيى فاسق احضاري ايه حط حليب مع خبز ايه اساوي دقاق غيره يا اخي تضحي ايش بك اي والله فاكلها فجيتها وانا مر من عنده فحلف علي فرحنا الطائف ايه حلف علي انت كنت غصب انا شفت هتكذب يا اخي انت ماخذ الصحن من يده ما اعطيتك انا الصحن بعدين يعني الصوت يعني الفارس ضحى بصحن عشانك نعم عساه بالعافيه ما خاف يا غريب ابو حامد موقف عبد الكريم مع خالد طلع عين فارس ايام زد فرصتك ايام زد فرصتك ايش سوى؟ نعم طيب ايام المسابقه ما ابغى اطول الحوار الله اكبر شباب شباب الله خالد يا حبيبي موقف عبد الكريم معك في زد فرصتك اي نعم الله يبيض وجهك وجه السامعين الله يسلمك ابو محمد وبعده بدر وانا بختم اسلم ابو محمد صراحه موقف فارس صراحه نفس موقف الجميري بس خلينا نقلبها بشكل افضل يعني ان فارس كان حليم على الجميري يعني لو انا مكان فارس يوم جاء الجميري كان اخذت الصحن اعطيته اياه والله اني اقول له جيب ملعقه وتعال جنبي هو كيف ياكل؟ بايده بايده كيف ياكل؟ مسوي السوشي ها؟ لو اني سقت كان سلمت بس اقول لك بحاجه بس هذا حلم صراحه من بعد البث بعد البث وفرت لابو يحيى لا ما شفنا ما شفنا ما شفنا شيء خلاص يا ابو ريان وفر لي طبق من الدعوات ها خالد عندنا ابو عزام كنا نفطر في قلبو ذي ايوه اسلم ابو عزام كنا نفطر في زد فرصه تكون ابو غربي في المطعم اللي خبركم به حق المزرعه والحاجات الحلوه ايه كان يقوم الصحن عشان واحد يجلس بدله هذه كانت اسلم ابو ريان لا انت خالد طيب اذا ذكرنا ابو عزام سعود غربي ولي هنون جميع صراحه واقسم بمن احل القسم
ان اتعب له من بعده. الله يبيض وجهه. اتعب له من بعده موقفنا. ممكن اقول حاجه على ابو غربي؟ لا معلش ما خلصت انا. اوكي معلش. انبغيت في الكرم. فعز الله يا موقف البارح يعني احنا موجودين في مسابقه ومعروف ان المسابقه ان الرصيد لما يخصم منك انك تكون في مرحله خطيره جدا، ابو غربي الان في مرحله خطيره جدا. غير كذا وكذا ان الرجال عزمنا امس ولا جلس معنا على السفره. وهذا طبعا من شيء من الرجال. ويعلم الله انه غربي يستاهل يستاهل ابو غربي. وعلى ومدح الرجال في وجه بعض الناس يعتبرونه نوع من التقليل، ولكن انا اعتبره نوع من الانصاف ان صح تعبيرا ان قدرت تتكلم بشيء بسيط عن ابو غربي. يعلم الله انا والله العظيم يمكن ولا يهونون الربع ان انا خايف انه يطلع ولا والله ولا ودي انه يطلع لان نفعنا بغيت ما شاء الله تبارك الله موسوعه من المعلومات دينيا تاريخيا وحتى يعني في الطبخ احلى طبخ طبخه يا اخي يكفي الطبخ ذا كان جبنا الذبيحه ما عاد في ذبائح خلاص ابو ريان انا اقيم الصلاه يا شيخ والمعدن الغربي كان ما صلى كلمتين بك حلفت انت يا رجل ابو غربي خلاص حلفت انت والله ما اقدر اخليك تكمل اذا جعت ابو غربي عبد الله جوعان قلت ايه قال والله يخسر جوع احلى طبخ تميس هذا جاء شباب صفاء هذا اللي طلعك ابراهيم بدر بدر اوري احرجنا ولا شيء وانا مبطس الوظيفه لكن ملزم علي والله كم اني اخذ الوظيفه هذا يعني موقف سماحه هيدا انا بوجهه نظري انه الاجابه على هالسؤال غير منصفه لانه اقسم بالله من بدايه زيد فرصتك الى يومك هذا وكل واحد فينا سطر شيء من هذا يعني من هذا الجميل على البعض لكن عزانا نقول انه ما بين الاخوان جمايل يعني يعني هذا اللي قاعد يسويه لا فضل فيه ولا منه هذا الواجب اللي قاعد يصير بيننا فاهم وانا شباب نسيتوا حاجه انت قول له في مخرج يوم جاء قبلنا باسبوعين وكل شيء كل ما جاء واحد يسوي له حفله وبلونات بيض وشغل ما قصروا لا هذا ما سوى تحيه لا 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 انا اعترف ما سوى لي هذا المخرج تحيه طيب يلا دقيقه خليها ايوه يا مخرج تسلم لي ايوه ايوه يا مخرج علق عنك يا شباب ولا لا اسلم اسلم يا مبارك اسلم تفضل مبارك اول شيء يعلم الله انا يوم جيت اول شيء للرياض في سبب شغل الوالد عسى الله يحفظه ويطول عمره ان شاء الله فاستغليت الوضع اني جاي قلت ابدل شوي اخلص اموره الشيء الثاني انا اشوف مهما قدمت وكان ببالي لو اعطيت المجال اكثر او صار فيه اتفاق ببعض الشباب ان جيتهم تكون مع بعض مجموعات والله انا اللي بالخاطر ببالنا اكبر من الشيء اللي سويناه ولا ان شاء الله فايته باذن الله نكرمكم كلكم يا وجيه نكرمكم كلكم يا وجيه باذن الله بالقريات بحول الله قوته تسوي لنا زياره وان شاء الله نعطيكم اللي ما هو تستحقونه لكن نحاول قدر المستطاع نوصل اللي يستحقونه وجيه الشوارع. الله يسعدك. طيب اجلنا سفرتنا انا وعبد الله الجميلي عشان مخلد. الله يجزاك خير. انتم مقصرين. طيب الله يجزاك خير. والله اجلنا عشان. يا رب معاذ. سم الله عدوك انا استشفيت من كلامكم نقطتين، النقطة الأولى اللي هي تضحية أبو ريان البدر. حتى أني سحبت بدر أنا على جنب وأكلم يمكن أغلبكم ما لاحظ. جاني عبد الرحمن الخضيري قال اعطه الوظيفة اللي عندي، قلت لا خل الوظيفة اللي عندك على ظهرك. خله على ظهرك القميص او السديري اللي عليك كمل وظيفتك، لانه عبد الرحمن الخضيري وبدر رصيدتهم نازلة. وحتى بريان رصيده نازل شوي لكنه الزم واجبر انه ياخذ بدر الوظيفة. فهذه هي الاخوة، واللي كبر في عيني برضو على ما هو كبير من اول ابو معيض راجح. يوم درى الوظيفة بياخذها بدر رفعها 150 ل 200. فهذا لهم الاخوة هذا لهم الاصدقاء. وابو مبارك ولا يهونون الباقين انا اعتذر اذا قصرنا معك بجيتك للرياض اول ما جيت يشهد الله لكن ابشر بالسعد تواصلت معي وتواصل معي بدر تواصل معي اللي ساكنين في الرياض كلهم واقول بيض الله وجيهك والله ما فيك سعد الله يكفيكم عوضينها بجلستنا هذه جعل عمرك يشهد الله كل واحد فيكم عوض وباذن الله الخير بالمقبلات على ما قلت باذن الله احنا لبيه في موقف حصل امس بس مش مناسب انه يطلع الان حيطلع في وقته وانتم عارفين وكلكم شيخ المجد جميل جميل فحنا نبض واحد في جسد واحد وعسى الله ييسر امري وامركم ان شاء الله واللي سويناه ولا شيء الجاي ان شاء الله اجمل بكره اجمل ان شاء الله هذه بس بهارات ولا انسى ابو غربي سعود غربي ما شاء الله تبارك الله يعني الله يسعد قلبه ما قصر معانا تحيه لابو غربي
وتحية لمبارك يستاهل مبارك. يا اخي حرام عليك مبارك. يا انا لا ابيح لي يتكلم عني بالشكل هذا، والله العظيم تجيني مشاعر ما والله شوف انه والله ما اني ما سويت شيء هذا، انا ابغى كلام ولا انتم عارفين خصوصا هذا الشيء اللي بيننا خلف الكواليس خلوه خلف الكواليس. فاسم محمد لا ننسى ان اخونا محمد الشمري لما استلم المطعم عزمنا كلنا على العشاء، ده طبعا ما قصر فجزاه الله خيرا والله صدقا يعني الله يسعده، وهذا طبع الكويت واهلها ولا فيكم قصور ولا الباقي قصور. من الوجبه لسلمان ابد ابد قلوبنا واحده، شوف راجح ما يدري وش قلنا لكن ذكرنا طيب هنا وبعدين ان شاء الله يا ابو سلام. لا ننسى اخواننا احمد العديم وسطام الرشيدي عبد الاله نسيناهم وذكرناهم في الوقفه ذيك. الله يسعدكم الله انتم كلكم يا رب وخيرك حبيبي، اللهم صل وسلم عليك وياك حبيبي الله يخليك. ولفته مره ممتازه ودار هيثم اخوان ما بينهم جماي. هذه الشيخ عادل القرني امس تكلم عن حلم معاويه وذكر موقف بسيط انا راح اذكر لكم من اقوى المواقف. طبعا احنا الان مجتمعين بوقت واحد فنحتاج انه يكون في شيء مركز عشان الهدوء. جميل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، من هي امه؟ امه اسماء ذات النطاقين. معاويه كان هو الخليفه وكان في الشام، وكان عند عبد الله بن الزبير مزرعه في المدينه بجنب مزرعه معاويه. زين شوف الامر البسيط، دخل عمال معاويه الى مزرعه عبد الله بن الزبير، اخذ خطاب من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن أبي سفيان. إيه هو معاوية ابن من هو معاوية ابن أبي سفيان. إيه هند هي أمه الظاهر، هي أمه صح؟ هند أمه. إيه هند بنت عتبة أمه صح؟ أمه. إيه إلى معاوية ابن هند ابن آكلة الأكباد. وصل الله يحييه. لا أنت أبو معيض. لا نكمل 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 بعدين، الظاهر جانا ضيف ابو معيط ديلي لك انه طبعا على حسابك. وافي وافي يستاهل ضيفنا يستاهل وزع والله. لا لا وزع دلوقتي راجح يعني جبتها في وقت خم في شاري صح؟ هالشهر بس نبي خبازات معاها. انا بنشي اريحك هناك انزل مين قالوا جاء قلت بستقبل حط كل صحن مع طحينه كيف بالسيف حط بيجيكم ضيف يفعلون ما يرون نبغى مناديل ولا ايوه معلوم. يلا حيا نزل طحينه تستاهلون تستاهلون هذه قلب عائلة قربين. تفضلوا 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 الله يجعلني الله يجعلني الله يجعلني يا شيخ مفتوح. يلا رحبا يلا حيا يلا حيا مساك الله بالخير. طيب حياك الله بالطاعه وسهلا. يلا حي السلام عليكم. صباحكم طيبين. سلمى السلام عليك. انا كل يوم اقابلكم لازم اصافح ولا عشان السيئات يقولون تفساقط. ايش حالك؟ طيب السلام. اهلا اخي اهلا مرحبا والله مساء السلام عليكم محمد. كيف حالك؟ مساك طيب والله. الحب راسك الله يكرمك بالجنه. يلا حي بشني عيش زين من هذه انعكاس وطيبك. مرحبا شلونك طيب كيف حالك؟ بجانب طيب اهلا اخي اهلا بشني عنك. كرمك الله بالجنة. هلا سلمك الله. شلونك طيب؟ طيبين هلا هلا حبيبي هلا بالامير. شلونك طيب؟ طيب شعورك طيبين. وعليكم السلام. عندكم دفعة شفتها الحمد لله. شيخ انت لازم تستسلم. مرحبا مليار. حياة المطر. بارك فيك والله يجعله صيبا نافعا. هلا 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 مرحبا مرحبا. الله يحييك ويبارك في عمرك. بشني عنكم طيبين جزاكم الله بالخير. طيبين الله يبارك فيكم سلمكم الله. انا مجلس هنا عشان اقابل الشيخ. بسم الله. انا والله ودي اشبه لك قريب تعال عشان اقابل وجه رجل الشيخ. كونغريت والله مساكم الله بالخير جميعا. ايش حالكم طيبين؟ لا زين لا لا زين. هذا وش يضرب الراس احيانا؟ ابدا يا بدر
والله يا شيخ القرب من الشبه انها طيبة ها؟ ولا راس راسنا؟ النار في الدنيا نعمة متاعا للمقوين. اي والله. لكنها تراها تذكرنا لا محلي زين. محلي والله زين. والله. لا ابد واذا ضربت ثاني مرة هدية عليك انت بالذات يا عبد الكريم. هدي عليك يا شيخ. قم يا شيخ الله يرضى عليك. مرتاح. لا هند يا شيخ. الله يمشيكم بالخير. جزاكم الله خير. طيب وانا اصقع عادي يعني؟ شيخ هذا الدنيا. والله كلام كبير. الله يعينك. شن عينك يا خرابي. طيب كيف حالكم يا شباب؟ طيبين والاخوان. عساكم طيبين. ما شاء الله تاكلون تمر اليوم ها؟ بلاش اليوم التمر. ان شاء الله انهم طيبين. ما شاء الله على حساب راجح بيض الله وجهه. كريم وانتم تستاهلون. الطيب والعافيه. الله يمسيكم بالخير يا هلا شلون كلهم باسمه طيبين يا شيخ وش هي سالفة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال واحد من اصحابه قال انا احب فلان قال اخبرته قال لا قال اذهب علمه نعم نبيها وش السالفة هذه انت جبتها كلها الله يجزاك خير بس الاسماء خلاص الاسماء يا شيخ هذا اللي يسأل ويجاوب انا ايضا انسى الاسم لكنها قال يا رسول الله اني احب فلانا فقال له هل اخبرته قال لا قال فأخبره فتبعه فقال إني أحبك في الله فرد عليه صاحبه أحبك الذي أحببتني فيه الله أكبر والمتحابون بجلال الله لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء لا إله إلا الله لاحظ المنابر التي تنصب حول عرش الرحمن للمتحابين بجلاله لكن لو بغينا الآن نفحص محبتنا البعض فحص هل هي توصلنا للمنابر ولا تنزلنا للمقابر ما أدري والله لذلك زن محبتك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيضا ثبتت محبتي الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي ثبتت محبتي للمتزاورين فيه المتباذلين فيه فمحبة الله تثبت للعبد إذا كان رابط المحبة بينك وبين فلان ما في مصلحة ما هي بقبيلة ولا هي بدماء ولا عروق هي دين ولذلك مصدر الدين هو الذي يجعلنا نرتبط حتى نلتقي على أرائك الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وهنا في اللفتة يقول بعض أهل العلم ترى أهل الجنة أغلى ما يعطون ما هي بالقصور ولا الدور ولا الحور أغلى ما يعطون أنهم قبل دخول الجنة تنزع من قلوبهم الغل يا سلام فإن الإنسان لو أعطي ما أعطي والغل في قلبه لا يمكن أن يسعد أبدا وأعطيك اختبار لو أن إنسانا يدعي الآن المحبة مش معنى أنك تحبني وأحبك أني من يوم أشوف النعمة عليك كأنها سكبها ربي علي أفرح فرح كأنها لي يا سلام مو بقطع براطمي وظاهري والله الدنيا حظوظ ولا مو بكفو ولا أني أكره بقلبي وإن لم ينطق لساني ولذلك تلاحظون بعض الناس الآن يضحك إذا قالوا فلان شرى جيب تركها قال أي الله يكفيه شره ها وتلقى يده تطق في يا ابن حلال كسرت يدك وانت تطق سببها أنه غير راضي من الداخل لذلك أحبابي يجب أن يفحص كل منا حبه المزعوم والمدعى به أن يعرضه هل هو أوثق عرى الإيمان ما هي إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يا سلام واللي يكشف زيف الحب هذا هو ربي سبحانه لأنه المطلع جل وعلا على ذات الصدور وهو العليم بذات الصدور ويخفي ويعلم ما تكن صدورهم الله جل وعلا ينظر إلى القلب قبل أن ينظر العمل والحديث إن الله لا إن الله لا ينظر إلى صوركم نحن البشر مساكين الحين أشهد لك بالطيب ولذلك واحد من الشيبان يقول يا شيخ هو نعم رخصة التالي كلوا نعم ونعم ونعم وبعضهم والله يا شيخ ما يسوى التالي من الغنم وينعمون بها الرجدين قلت لأن ما لنا إلا الظاهر يا أبو فلان ما لنا إلا الظاهر لكن النعم الحقيقي اللي تتواطأ بها الدنيا مع الآخرة البشر هنا هذا عند رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى السر وأخفى من السر فلنزل حبنا الحين ما شاء الله ترى هذا زد رصيدك رباط أخوة
اكيد ورباط محبه، وان كنت ماني بحب الدموع الواجد عاد اذا بغى واحد منكم يبي يطلع من البرايم ما ضيق صدوركم انت بتشيك انا انا بتشيك على ابوك ذا ما تحبه بياتك يا مسلم اتق الله ذاك اليوم ترجمت ترجمه عمليه ابشرك اقتدوا كثيرا من الناس بك الله يجعلها في الموازين للجميع دمعك في رحمه ابيك وامك هذا مو بدمعه زور تطلع غصب رحمه فاضت بها فاض بها القلب ثم صدقها العين لكن الحب اللي احيانا يا اخواني يعني يزيد الكيلة ما نبيها تزيد يعني كيلة المحبة نعم الان انت عشت معه 20 يوم قبل اول ابراهيم ها او اول تصفيات خلنا على العربية زين اول تصفيات معينة فعلا مغادر هو ما هو منتقل للعالم الاخر ما نبشي له المقبرة الله يجزاك خير هو رايح لهله واذا طلعت تبشر بالمفاتيح وبتزوره يزورك وكل منكم ومع ذلك اللي تجده يتحسر هي ماذا هي رباط محبة 20 يوما جعلتها الجسور من المحبة عشت معه ويمكن بعد اخطيت عليه واعتذرت واعتذر هو عقب ما اخطا عليك لين امتزجت الارواح طيب يا شيخ ترى تصدقون بعضنا ساكن مع ناس له 20 سنة مو بعشرين يوم إذا طلع قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون الله يقلع داره يبعد عنها وإذا قبل قالوا ها اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشعر ما الشجر ما يبونه ها لذلك أحبابي يا عود المحبة الصادقة يكشفها رب العالمين لذلك جدد المحبة لإخوانك على ارتباطه بالدين وهي قاعدة قبل ما أوقف ألتقي ما تدري دخلنا في الموضوع ترى راحتك مجلس مجلسك يا شيخ اعلم أن الله جل وعلا لا يقبل الزيف يعني إذا أشركت معه في المحبة يعني أنا أحب فارس مذكور اللي عنده قريشات ويسلف ما شاء الله مثلا تعلمنا يا فارس الله يهديك مثال ذلك فابدا اوطئ له كنفي واقعد لبيك ويخطي علي ويجيب اللي تطير الجبهه واسكت ليه راجي لريالاته اللي عنده ولا اجي لفلان معين يبي فلان يخطب من عنده فقعد يتقرب عنده خيتنها الله يطول عمرك ويبارك فيك ويصلح العلاقات هذه محبة ليست صادقة المحبة الحقيقية أحبك على قربك من رب العالمين على قربك من ربي حبي لك يكون وإذا بعدت عن ربي لو كخوي اللي جايبتها أمي ولو خارج من صلبي أبي أنا ما أحبك الحب موزون على الطاعة ولذلك ترى أحبابي بعضنا يحبه ليه هفلان هذا من جماعتنا هبن أخي ولا مو نعم ما في مشكلة لكن هل هو صاحب دين ترى بعضهم تلقاه واحد من معلم أقول يقول أحب جماعتي طيب هذا متخرج من فلان متخرج من مستشفى الأمن مخدرات ولا زال ظالم لنفسه ولا جالع أحب ألا تكفى من جماعتي ابن أخي لا يا أخي وفلان المصلي التقي الطائع ترى هذا الحب هو اللي ترى يزن علاقاتنا الاجتماعية يزوج الإنسان لماذا يا أحبابي دينه هذا الأصل لكن لو يتقدم بنت ولد عمها لها وهو منزوع الدسم والخير كله ويتقدم رجل صالح تقي لكن من أطراف الجماعة ولد عمها على طول وجعلك لا وتجد أنه وش يقول الشايب ولد عمه بس مو بصالح من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لذلك كما أن العلاقات والتزويج وغيره مبناها الدين كذا الأخوة بيننا أسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر منتهانا منابر النور وأن يجعل محبتنا صادقة وألا نكون من المدعين وأن الدعوة زيف والله جل وعلا ما يقبل الزيف ونطالبكم يا الربع ترى أبشركم بأمر محمد صلى الله عليه وسلم قال لصحابي عندما أتى والدمع في عينه يحب أن يذهب مع رسول الله يمكن أخذته في دروس السيرة مع الشيخ بدر أنه يحب الحبيبة عليه الصلاة والسلام حبا حتى الجنة لو دخلت يا رسول الله الجنة ودي يصير معك ودي أشوفك ودي تقر عينك كان بعض السلف إذا صلى الفجر تلفت ليه تقر عينه يشوف أخوه مو أبو أخوه من قبيلته وجماعته أخوه الذي ربط الإيمان بين قلبه وقلبه فإذا رآه استقر قلبه يا الله من فضلك يا الله الحب صدق في المسجد مجتمعين الحبيب لما قال له الصحابي يا رسول الله أنت معنا ونراك غدا ترفع مع النبيين والصديقين ولا نصعد إلى منزلتك فماذا قال الحبيب سكت
هذه منزله اقدر اقول لابد من وحي حتى يخبرها انه مع اهل الجنه. قال وهذا قبل ما اكمل القصه، يقول لاحد الصحابه: ما فرح الصحابه بشيء فرحهم كقول الحبيب انت مع من احببت. يا الله من فضلك، اللهم اجعلنا نحبه عليه الصلاه والسلام حبا صادقا. فلما ان نزل، من اللي يذكر الايه هذه ونعطيه جائزه؟ جائزه طبعا يمكن الترمس القهوه ذي او الثلاجه. ابشر بالخير ابدا. نعم جائزته وصلت، ولا ساعه الشيخ ولا نشوف. ابشر بالساعه. ما هي الايه التي عزت المتحابين، جعلت المتحاب مع اخيه اذا كان حبهم صادقا هذا الحب يجمعهم اذا كانوا في عليين في عليين، في عدن في عدن؟ ها أنا هيثم قاعد يسترجع الآية في سورة النساء. في أيوة ما هي الآية؟ ما يحفظ الآية بس عارف معناها. إيش الآية؟ ومن يطع الله لا 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 سورة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله. أبشر. ما حد جاوب يا شيخ. سلمة الساعة. سلمة الساعة اللهم لك. ولذلك لاحظ الأنواع الأربعة: نبيين، صديق، يعني هؤلاء صفوة الخلق. لا إله. تطيع الله منهج دخول الجنة. المنهج اللي تبنى عليه المحبة، مستوى طاعة عبد الكريم لربي يقربه إلي. وبعده عن الله يبعدني عنه. بعدي عن الله يبعد عبد الكريم عني. وطاعتي له يقرب. والله لو وزدنا الصداقات. ترى لو وزنت الصداقات على هذا الميزان والله ان يسقط نصف اللي عندك في القائمه ولي او ثلثين. واحد من الناس قلت له: من الصديق اللي تتفاخر به امام الله انك احببته في الله؟ كم رقم في الجوال؟ قال 3000. كم واحد؟ قال والله ولا واحد يا شيخ. فايده العلم حاطينها 3000 في الجوال. ها واس ام وام ان وما ادري، وحاط لهم رموز وعلوم والصديق الصديق وفز ويفز قلبه البعض. ابو سعد يسمونه ابو سعد، ابو محمد، ابو سعد وابو جلمبو وحاطينها وهدم اللذات وام المعارك وحاطين في هالجوالات الاستراحه احيانا عامل. نعم وتلقى كل هؤلاء. قال والله من بعضهم يا شيخ اني اخشى ان الله ما يدخلنا الجنه بسببهم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب لان صدقي، لانني محبتهم، لان في حب في وفي حب مع. الحب في الله يسرك الجنه، الحب مع الله شرك. طيب شيخ انا بس قبل نخلد، يعني السؤال سعود هو بيدخلنا في موضوع، ترى انا والشيخ نجيب ما عندنا موضوع نتكلم فيه لان المجلس مجلسكم والحديث مفتوح، يعني اي سؤال يبغى يعني يطرح للشيخ. سعود دخل في موضوع حلو زين نكمله مع الشيخ. انا تكلمنا فيه قبل المغرب. اي لانه موضوع زين صراحه، احنا بحاجه الا ان نطرح الموضوع ذا. خلني اخذ سؤال مخلد ثم انا عندي سؤال ثاني. بس على السياق، نفس سياق الكلام يتكلم عنه الشيخ، في مقوله قريتها قبل فتره يقول: الصف اللي يصلي على جنازتك هم اشخاص اخترتهم اصدقاء، فاحسن اختيار الاصدقاء حتى يكون اللي يصلون عليك من خيره الناس أو من الصالحين. ومن صلى عليه ثلاثة صفوف شفعوا فيه، حديث حسن. نعم. شفعوا فيه. وحق المسلم على المسلم ست كما ورد، منه اتباع جنازته. تلاحظ أن خلان الرخاء اللي ما تعرفهم إلا في الرخاء، في شبة الضوء وفي الأكل والشرب، وإذا دقيت عليه قال والله مشغول، الوالدة تبيني، وهو أعق الناس لأمه، وتلقاه يقول والله ماني موجود وعندي مواعيد، ويتفرطون يجيبها مخارج، يطلع مخرج 15 و13. وأحيانا بعض المخارج فيها غرق. ها يغرقك معه. هذولي اللي ما نفعك في الدنيا سيتراجع عنك، سيتراجع عنك يوم القيامة. ولذلك كان بعض السلف إذا قلت القبور جمعوا المتحابين في الدنيا، إذا ماتوا شهداء جمعهم في لحد واحد. الله أكبر. لحد واحد. وفي قصة جميلة قالها لي أحدهم، خذوها جميلة. نعم. هذه واقعية. في ثلاثة متصافين في الحب، أتى الشيطان فشاحن بين اثنين، مثل ما يصير مع بعضنا، ما رديت علي ليه أبغاه، وبعدين الثالث هذا حار بينهم يصلح بينهم، حلفوا بالله ألا يصطلحوا. بكى عند هذا، بكى عند ذاك، يا أخوي الأمر الدنيا، خلينا نجتمع بالحب في الجنة، هذا ما في خير. ودائما الشيطان، قال الحبيب: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. سرطان
يدخله بعض القلوب، ترى بعض أصدق أصدقائك ينقلب أعداء أعدائك عند أول موقف فيه مصادمة، هذا اللي نحبكم مو بصادق. والله أصدق أصدقائي إذا كان في الله حبيته أن أخطاءه سكر على قلبي وعسل، وإني لا أنظر إليه بعين الرضا لأني أعلم أنه ما يخطئ تعمدا لكن تزل به. ولكن إذا اخترنا أصدقائنا على مواصفات دنيوية، أي خطأ، شرهات شرهات هالكبر وهجر هالكبر، وفا يا أبو فلان وجه اللي مدري وشو يا وجه مدري وشو، ثم يشتمه والله ما ظنيتها منك، أنت أصلا مختار واحد انت عمره تقليد، اقلب لونه من أول من أول صدمة من أول غسلة انقلب. هؤلاء ثلاثة كانوا يتحابون، الثالث أصيب بالسرطان، الصالح اللي يصلح بينهم. فلما ذو يا ناس اصلحوا انا مريض عشاني نجتمع في جنات النعيم، رفضوا. فاتى بابنه وكتب الوصيه، اسمع الوصيه، قال يا بني عندما يدلوني في قبري فوصيتي الا ينزلني الا صاحبي فلان وفلان، لكن لا تخبرهم. يا الله، اذهب الاول وقل له ابوي يقول ما ينزلني في القبر مت الا انت. الله. واذهب للثاني ولا تخبره، لا ينزلني في القبر الا انت. ثم فعلا مات، وذهب الابن إلى أول الأصدقاء وهو يبكي بحرقة، لأن هذا الوالد والد هذا الشاب من أصدق أصدقائهم، ما تغير ما تبدل، لأن الحب في الله ما يتبدل، اللي حب اللي فيه مع الله ولو نسبة نصف في المئة يفسد. فلما قال له والدي يقول أنزلني في القبر، قال عيوني ليت من يضع نفسه بدل أبوك في القبر من غلاه. وراح للثاني وقال له أبوي يقول أنزلني أنت اللي تنزل للقبر، فبكى قال من يمنع، من اللي يقدر يقول لا، لبيك وأنا أبوك أبشر وأنا عمك أنا قدامك، تبي أغسله غسلته، قال لا ما يبيك تغسله. فلما أن اجتمع الناس وشيعوه، فلما أرادوا قال له فلان، فنزل في القبر فإذا هو ينادي الثاني، فالتقيا وهما يستقبلان جثة صديقهم الصادق اللي كان يصلح بينهم. يا الله. فضموا فبكوا من يوم واحد، كل شاف الثاني وصاحبهم اللي يصلح بينهم، فأنزلوه ثم التفت كل منهم يضم صاحبه ويبكي. الله أكبر. هذا المكان وهناك مكان، إما نصف فوق الأرض هنا حب صادق، وإلا نتفرق على الصراط هناك. فلا بد أحبابي فعلا اللي تبغاه يدخل معك، من اللي من أصحابك الآن تبغاه تحط يدك في يده بعد الصراط وعلى القنطرة ومع باب الجنة، واللي من اللي تبي تجاوره في جنات النعيم، من هو من أصحابك؟ أليس بعض أصحابي أحبابي هو اللي خربنا فطرنا، وراني أحيانا مقاطع، قال لي يا شيخ في بلد فلاني فيه اللي أحجز لك، والله ما أقدر أروح، قال تذاكر عليك أزهل التذاكر محفول مكفول ها زالت علومه، ولا شيء من اللي يحبه قلبك، وش قلبك؟ الله يجعل قلبك من أهل الإيمان، قلبه يمكن قلبك يعني يبغاك تنقلب، يحب قلبك. التيوس رخيص هناك 180 التيوس والهواء احسن الظن يا شيخ والهواء وانحرف بعض الشبيبة حقيقة، وانحرف بعض الفتيات بسبب صديق صحيح. والله عصف بك، لاحظ بعضهم زين الشهوة وضبطها لصاحبه، زينها له. ولذلك هؤلاء كما أن الأصحاب الأصدقاء الصادقين أهل الإيمان يلتقون على منارب بر النور، أخشى ممن يتحابون في غير الله ويتواصون على غير ذكر الله أن يلتقوا على منابر في الجنة في النار عياذا بالله. لذلك أحبابي جميل جميل أن نرمم القلوب ونطلع اللي فيها اللي مو معنا. نعم في صديق ها تحبه حب ترانزيت ها توقف قاعد نرحل نص ساعة ومشي ها واحد طال عمرك تمشي ها فنجان كيف حالكم طيبين مساكم الله بالخير وشو المطر عند ومش، لكن هذا ليس في المفضلة عندي ها. هذاك اللي غدا صيام الاثنين مثلا بكره يوم الخميس ها يدلني في بئر نريد ان اتشارك واياك في 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 حفره مسجد نجمع دائما يتواصلون على البر، ايه احفظها واياك، بكر قومني لصلاه الفجر. والله يا احبابي في تواصي بسيط يدلك على صدقه، لان ترى ما يبي الدعوه الصدق سلفني وزلفك، لان بعضهم يقول اذا هذا ما سلفني ما هو بصادق، ما هو قد لا يكون عنده، لكن اذا سلفني قلبه واحبني بعمق، ما أحبني لصورتي ولا لقبيلتي ولا لجنسي ولا لمالي ولا لقربي ولا بعدي، أحبني لأنني أقرب إلى الله فأحب قربي إليه. طيب شيخنا الآن
الحب، يعني الحب في الله هذا شيء متفقين عليه كلنا بأننا يعني نرغب أن نحب في الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا في حب آخر، يعني مثلا الحب الفطري، يعني الابن يحب أمه، الأم تحب ابنها، أنا أحب أخوي، يعني بغض النظر عن كونه لله أو في الله هو حب فطري يأتي من قلب إلى القلب. الحب اللي الرومانسي، حب زوج اللي زوجته، حب زوجة لزوجها، هذا شو نسميه؟ يعني كيف نفرق بين هذا وهذا؟ هل ممكن تدمج بعد المحبة هذه؟ المحبة منها ما هو جبلي فطري، حتى البهيم يحب، يعني الناقة تحب حوارها وكل وتحن عليه وتلقى والله من بعضهم عبرته تسيل، تحب ولا يفصل صديقاتها تحب، نعم، وتحب الأرض اللي هي كانت ترعاها ولو أبعدت عنها ترد لها، والوشات هذا البهائم والبشر لهم حب الفطري الجبلي. يعني لو تسأل واحد يقول سؤالك ساذج، تحب الوالدة أنت؟ تحب أمك؟ يقول لك بدونك، يقول لك شو السؤال هذا. لكن طبعا الحب اللي يترجم إلى واقع عملي هو الحب الذي نريده، الحب الذي ترى واقع في الحياة، بذل وخفض جناح وحب إلى غير وطاعة في غير معصية الله. الحب هذا كلنا جبلنا عليه، إلا أن بعضنا يطور الحب الجبلي حتى يكون الحب الجبلي هذا دافع له إلى طاعة الله. يعني حب الأم فطري، لكن ممكن أن ترفع صوتك عليه، طيب خلاص يا وما عندكم إلا أنا، وين محمد في الأرع، وهالكلام عقوق، يعني ما يحبها، لا هو يحبها لكنه على الصامت، ها على الصامت، مو بعملي، هذا حب كاذب، حب فعلا كلنا يحب أمه، وبعضنا يحب مثل نستخرج الحب الفطري، أحيانا بعضنا إذا قال الوالدة ترى في جتها جلطة، الله يبعد الشر عن أمهاتكم وأمهات المشاهدين، أو أنها ماتت، أو بدت السيول الدموع، وشبيب دموعك قد ما تموت، وشبيب الدموع اللي خرطي، ثم ماذا؟ رأيتم دمعا أحيا ميتا؟ أبدا. شفت واحد سكب العبرات على 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 قبر ثم خرج صاحب القبر يقول له آسف آخر مرة؟ مات. أذكر أنا هذه قصة رويتها وأعيدها، رجل كان بينه وبين ابن عمه محبة، وخذ بنت، أخذ أخته، وهو أخذ هذه الثانية أخذ أخته، وصار بينهم شر، مات أحدهم في حادث على الطريق من الطرق السريعة، هذا مار ما يدري الحادث المن، نزل لقى الميت هذا مغطينه بكرتون كبير، قال يا أخي ما أحد منهم تبرع له بشماغه، خطوه بالشماغ أكرم من الكرتون، فنزل وخلع الشماغ شال الكرتون عشان يغطيه، إذا هو ابن عمه، لا إله إلا الله، 3 سنين بينهما شحناء، فجثى على الركبة يقبل يديه يبكي، ارجع، ما يرجع خلاص. لذلك لا تتأخرون، لا تتأخرون أن تفصحوا لمن تحبون بحبكم، يا أخوان لا تأخرون، الله يجعلك. إذا قلت بغير متى تقول؟ إذا قلت ما قلت لأمي وقلت لأبوي وقلت لصاحبي وحبك في الله، مثل ما قال أخوي سعود، كيف نخبره؟ كيف أخبره؟ لكن قبل ما تقول له أحبابي، وترى هذه مهمة، خلنا قوله فعل، قبل ما تقول أحبك في الله، فرمت قلبك وحمل إيجابية، حمل التوحيد فيه واجعله في الله، وقل له أحبك في الله بعمق، وأن تشعر أنه لقربه من الله أحببته، أحببته. لذلك ما أدري إيش السؤال إيش هنا، الحب الفطري، هذا الحب الفطري يطور إلى أن يكون عمل، أن يكون طاعة. الثاني الحب، حب الزوجة، حب الزوجة مبناه المودة والرحمة، الله جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكما مودة ورحمة. المودة والرحمة هذه قد تتولد منها الحب، وقد لا يتولد الحب، قد لا يتولد، قد يعيش الإنسان 10 سنوات 20 سنة وهم لا يحبها لكنه يرحمها، وهي لا تحب لكنها ترحمه، فيخرج من الرحمة مودة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه عندما قال أحدهم يشتكي زوجته أنه لا يحبها، وقال وهل كل البيوت تبنى على الحب، تبنى على المحبة والحب، أين التذمم، أين حسن الخلق؟ يا سلام. ولذلك قصة رويتها وعجبت أبو عبد الله، لكن نعيدها، دامنا في مجلس جميل. أحدهم قالت امرأة له أتى رجل يريد أن يزوجه ابنته، قال ابنتي أريد أن أزوجك إياها لأنها رأت فيك الطاعة والصلاح، وهو طالب علم، فلما رأى هو فقال إني فقير، قال لا نريد مالك، المال عندنا. فلما تزوج بها ودخل، إذا المرأة عرجاء شوها، يعني لا جمال فيها وعرجاء، ومصابة بالغيرة الشديدة، يعني تحب حبا حتى صلاة الجماعة تقول لا ما صلنا نية، لا ما عليك، خذ القصة،
هذا الرجل العالم طالب العلم رآها ماذا فعل؟ نعم عوراء شوها عرجاء. أيوة. وما قطب وجهه في وجهها يوما. الله. وكان يصبر على ماذا؟ يصبر على غيرتها. الغيرة الشديدة قد تسبب الطلاق. تسبب الغيرة مرض. إذا زاد عن حد مرض، وإذا صار في حد حب. يا الله. الغيرة حب إذا ما تجاوز عن حده، وإذا تجاوز صار مرض يحرق الحياة. يحرق الحياة. هذا الرجل تتمسك فيه وهو خارج وصابر، جلس 15 سنة شباب، 15 سنة ما أسمعها كلمة تجرحها. يا الله يا زين قلبه ويا طيب دينه. يا طيب دينه، بيض الله وجهه وبيض الله وجهه وافي. ماتت، فماتت فشيعها، فكان عند الموت يقول: أخذتها شوهاء عرجاء عمياء أو عوراء، ما أغضبتها يوما وما سمعت مني شيئا تشنأه أو يغضبها، والله ليس لي من العمل أرجو به الجنة عند الله إلا هذا. الله أكبر. الله أكبر. يا زين يبشر بالخير. إحسان، هذا إحسان. إحسان ثم لمن؟ للزوجة التي خلق الله المرأة من ضلع الرجل. صحيح. ليه الله خلق المرأة من الرجل؟ إذا قال للرجل المرأة عوجة، هو عوج، العواجة فيك أنت أصلاً، لأنه ضلعك أنت الله يحفظ، مو ضلعها هي، العواجة فيك لأن الضلع ضلعك أنت. الله خلقها منك أنت، وخلق منها زوجها وبث منهما. ولذلك أحبابي، هذا الحب بين الزوجين. هذه يا شيخ الحين الحريم تلقاهم يدعون الله سبحانه وتعالى يرزقهم أزواج وفيين كوفاء هذا الرجل. الوفاء أحبابي، الوفاء هو الحب الصادق. المراوغات هذه، إنه لهذا المرأة ممكن تصبر على كل شيء إلا المراوغات. إيه ما تحب هبت. أي نعم. إيه. وهذا الفطرة. يعني شيخ، حب الرجل، حب الرجل لمرته، حب الحيص بيص، هذا يجوز ولا ما يوجوز؟ كيف الحيص بيص؟ وضح. الحيص بيص ذا ما بعرف. وكيني ميني هذه. يعني أنا جلست مرة مع شايب. أنت فسر الماء بعد جهدي بالماء. جلست مرة مع شايب. قال والله ما بيننا الحين غير الونسة، المصلحة وقضت. نعم. حب مثل ما عمر يوم يقول: ويحك هل قامت كل البيوت على الحب. يعني مرأة ما الله دخل حبها في قلبك، وهي ما دخل حبك في قلبها، لكن بينكم مصالح، هي خدمتك وانسات عليها، بينكم ماسكين عيالك وماسكين بيتكم، بينكم عبادات، هي تتقرب إلى الله بطاعته، وهو يتقرب إلى الله بالإنفاق عليها والإحسان لها. وهذه ترى أعلى قمم، ترى اللي يحب الحب يعمي. ولهذا بعضهم اللهم صل على محمد إذا حب المرأة نسمه حلوة اللبن ونسى يخرخر، ويقولون شرق، قال لي والله نسى معها غرب، قالت إن شرق ما هو بغرب الله يجزاك خير، وتلقاه مسكين يروح لأنها رايحن فيها، رايحن فيها. وبعدين هالحب هذا يعمي، سو إذا تكشفت له الأمور قال أنا وين رايح، مدحدر مع الجدية وما في فرامل، ولا مع هذا الهدى وما برايح، تقلب حياته. أنا أتكلم عن الحب. أحيانا الحب يكون طبعا، والحب يجب أن يترجم إلى واقع من الصدق، من الوفاء. بعض العجائز القديمين، شيبان الأولين، يموت شايبها في شهر محرم وهي في ربيع، عقبه الحياة حتى سبحان الله ما تستطيبها، مع أنهم في فقر، لا إله، في ضيق، في تعب، يشدون وينزلون، ما شافوا من الدنيا شيء. عمر ذاك الشايب ما قدم لها وردة، ما يعرفون الوردة، وين الورد؟ يعطيها دير دير أو يعطي، ولا أعطاها شيء من الدنيا إلا أنه صادق في المحبة، وهي طلعت من أهلها على أن هذا جنتها ونارها. هذا الحب الثاني، الحب اللي مبناه المودة والرحمة وفهم الرجل للمرأة. ثم لا يمكن يكون الحب بين الزوجين إلا إذا رأى الزوج أن الزوجة المرأة هي باب خيريته، ورأت المرأة أن الزوج باب جنتها. يا سلام. خيركم خيركم لنسائهم، وإذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرة دخلت جنة ربها، فيه تراها الجنة، وهو يراها أنها أصلا ما يصير رجال، ويستاهل يسمى رجل وكريم وشهامة وغير، حتى يبدأ منها هي، فيحدث التكامل بينهما فيتولد الحب. في قصة يا شيخ على طاري السالفة هذه، امرأة يعني يروى عن هالامرأة انها هي كبيرة بالسن، وتقول ان هالعود زوجها، تقول ماني بحبه هبت، تقول لعيالها، تقول ما احبه هبت، ولكني عيالها سألوها قال ما شاء الله ما تحبينه، لكن نشوفك دائما بين يديه تخدمينه
وواقفت معه وان مرض وقفت على راسه وسهرتي معه الليالي وحرصتي عليه وكل شيء انت ما شاء الله قريبه منه، هذا شو يسمى؟ هذا حب؟ قالت لا والله انا ما حبيته، القلب مو هو بله، لكني ان عملت هالامر فاني اعمله لاجل الله سبحانه وتعالى وابغى الجنه. الله الله. قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. نعم. تقول انا ارجو الجنه بقربي من زوجي. مع انها تقول ما احبه لكنها تقرب الى الله بذلك، وهو يحس انها تحبه وتموت فيه على ما يقولون. تفضل ذات الدين تربت يداك، ذات الدين ما تنقص عليك شيء، لو ما تحبك لو تكره ما تنقص عليك وجه الله. ووفيه تحفظك في نفسك ونفسها ومالك وفراشك وابنائك. هذه كلها هذه لا تتحصل دائما الا للمراه المؤمنه. اختصارا الحب الشر، الحب بين الزوجين لا يمكن ينمو الا اذا رأى الزوج والزوجة أن الزواج عبادة، ولذلك أليس الزواج إكمال الدين؟ أليس هو النصف الكامل؟ اللي ما تزوج نصف شطر شطر دينه ما كمل. طيب كيف يكون الزواج عبادة وهم دائما في مشاكل؟ لأنهم أصلا ما تزوجوا طاعة وما اختارها، لأن المرأة الله يجعلك في الجنة. ترى شيخ احنا ما خلوناك تتقهوى ولا تقدر ولا انا باخذ هذا معي سفري كله. ركن القصيم طبعا يحييك ويقول لك تفضل على آل حلوة. جزاك الله خير. اعطني قدوع من النخل هذا. طيب يا شيخ بصراحة تتقهوى والشباب زياد الشهري وهيثم عندهم مداخلات. زياد تفضل بعدين هيثم الحلة. لا رح هيثم انت. طيب رافع يدي قبل رح. طيب انا بغيت بس الشيخ بعد ما يتقهوى يوضح لنا مسألة لبعض النساء اللي يشوفونا الحين، انه اذا نامت وزوجها غاضب عليها انها تلعنها الملائكه. ودي توضح النقطه بس لبعض النساء، لان بعضهم والله انهم يجهلون هالشيء ويا كثرهم فيها كيني ميني برضو. المداخله تفضل. شفت عطنا هذا السؤال. طيب اولا في مساله الحب في الله اللي كان يذكرها الشيخ قبل كذا، في جمله صراحه قال لي اياها مدرس التحفيظ وصارت سبحان الله لي مسار في مساله الحب في الله. كان يقول يا هيثم ما دام لله ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. يا سلام. فخليها في منهج لك في مسألة الحب في الله. السؤال اللي كنت بوجه للشيخ بعد سؤال زياد، بعض الحين حتى الحب في الله الشيطان يخش فيه ويوسوس طبعا، ويعني ويزين بعض الحين أفعال ويجعلها أنها في حب في الله. مثال حتى بين الأصحاب والمتحابين في الله تجد بعض الحين في غيرة، هل الحب في الله مع بين صاحب وصاحب يكون في غيره او لا؟ جميل. طيب هذا ملحظ جميل. طيب السؤال زياد اول شيء انا عشان نقفل الحب الزوجي. طيب السؤال زوج زياد انت؟ لا 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 لا. طيب ايش يدريك عن الحركات ذي وايش يدريك عن في زياد؟ هذا هدي محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه. انا ما اقدر ارد الشيخ فيه. طيب يا هذا جوا زوجيه ذي ما ايش دخل فيه. اسمع والله يا ابو عبد الله انك انشبتها في صفه والله. انت ما شاء الله حاجب عليك. احبابي قضيه اذا رات المراه ان الجنه بابها الزوج لا يمكن ان تعصيه، لانها تريد اذا عصته في طاعه الله هي لا تريد اذا الجنه. الان الثقافه اللي بين النساء بعضهن اذا جت اتصلت على صاحبه لا تحبها في الا غايره منها انها تزوجت وما زوجت، قالت شوف الرجاجيل ترى يبغون العين الحمراء. اخزميه خزم ها وخليه على البلاطه زين، وترى اذا قال شرق قولي غرب، ترى من يوم الزوج طيب ابشر لبيه عيوني عمري يا ترى يضيع ها خليه. ثم تبدا في المحاده معه والمناقره معه والمناطحه معه ويقع الخلاف. علشان هالنصيحه لما النصيحه من اخت ما تحبها بس ترى استسمعيني والله احبك عشان احبك خذي النصيحه والله اللي انها عدوه لك. هذا الحب اللي نقوله هذا مو بحب في غير في حسد. احيانا انا ساذكر بعض الافات الاخوه بعد قليل. ولذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من باتت وزوجها عنها غضبان تلعنه، باتت والملائكة تلعنها، أو كما ورد في الحديث، وهذا حديث مما يحبط العمل. في حديث آخر ثلاثة لا ترتفع صلاتهم أي طاعاتهم، منها الزوجة إذا أغضب الزوجة طبعا في الحق، أما إذا غضبت هو يقول طب تبرجي ويقول البسي العباءة على الكتف يقول تعطري ولا اكشفي على اخواني ولا كلي هذا الكلام، لا ما لا طاعة لمخلوق، لكنها يأمرها بالحجاب يأمرها لا تخرج وترفض. حتى بعض النساء تقول امي يا هلي اغلى منك، تراها الكبيرة ذي. هو صحيح ان الواحد يحب امه وابوه لكن اذا قال اغلى منك يعني ترى اذا امرتني امي امرك تحت الرجلين ما عندي فيك ولا عندي فيك، واذا قالت اختي
ما عندي فيك. هذا النمرة غلط، غلطان هذه في الطريق الحياة، أنت داخلة طريق خطأ. بعد الزواج لا يبقى عليك من الحقوق شيء بعد حق الله إلا حق الزوج ثم حق الوالدين. سبحان الله. عكس الزوج، الزوج حق الوالدين ثم الزوجة، الزوجة لا، حق الزوج ثم الوالدين. ليه؟ لأن طاعتها لأبيها وأمها ها؟ أو تقديم فروض، تقديم النوافل لهم مرهون بموافقة الزوج. سبحان الله. مرهون بموافق. ولذلك ورد في حديث أن امرأة سافر زوجها أو خرج زوجها غازيا ومرض والدها، فقالت يا رسول الله أبي، قال اتق الله، قد نهاها أن تخرج، اتق الله ولا تخرجي، مات أشيع لا. ثم قال لزوجها بعد العودة من الجهاد بشرها بالجنة، بشرها بالجنة بهذه الطاعة. أعود فأقول المرأة إذا امتنعت عن إعفاف الرجل زوجها بغير عذر شرعي ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب تسبب لعن الملائكة لها. ارتكبت كبيرة، تلقاها تصلي الضحى وتدرس قرآن وكريمتين مع جاراتها وتصوم الاثنين والخميس، وتصوم الاثنين والخميس مثلا، أو هي من الصالحات، أو هي من اللي كريمة نفس ويدها ندية وكريمة، وتلعنها في الليل الملائكة. نعم، لأنها قدمت جارتها لن تدخلها الجنة قبل أن يكون الله ينظر إلى العمل كاملا. ابتداء هي فرطت في الواجبات وشغلت بالمندوبات. لذلك نقول للمرأة المؤمنة خاصة في زمن الفتنة، إياك بالاعتذار عن الإعفاف، فإن ذلك أصلاً هي الفتنة منتشرة، وبعض الأزواج ضايع دينياً، وبعض الأزواج يلعب بذيله، وبعض الأزواج خائن ما في خير. نقول مع هذا كله حصنيه حتى تقيم الحجة عليه، لأن لو انحرف ولا يجد الحلال وانحرف قد تكوني أنت السبب، فتكوني شريكة له في جرائمه التي يرتكبها بالامتناع عن الإعفاف. هذه إجابة إجمالية. ننتقل لسؤال جميل، هل هناك للأخوة آفات؟ نعم، أحيانا من الآفات الحسد أو الغيرة، يعني أن نحن طلاب حلقة واحدة، ولا طلاب زد رصيدك، آسف إخوة زملاء أعضاء، شباب زد رصيدك، أي أقران في الحياة بينهم يدخل الحسد. ولذلك الإخوان حتى أليس إخوة يوسف ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف. ليه؟ أخوك يا ابن الحلال، هو أخوه. ها؟ ليه؟ لأنه يعتقدون أن أباه أنه أحب إليه يوسف وبنيامين شقيق، فابتدأت الغيرة. الغيرة بين الإخوان ممكن، يعني الآن أنا جالس، تصور لو يطلع الآن يجينا مثلا أحد الإخوان فيثني على أحدنا، يثني عليه طرحك رائع، أنا طرحته طرح لكن تركني وراح للفارس وقال ما شاء الله إيش الإبداع هذا، حقيقة اليوم يكفينا كلامك يا فارس، الباقين اسمحوا لي. اللهم صل على محمد. نسفهم. طيب قد هو أخطأ لكن اشتم فارس الحين علينا. الله يوفقك يا أخويا، والله أني سعدت بثنائه عليك، والله أني فرحت يوم الله عطاك هالمكانة وهالإمكانات. هذا المحب. لكن الثاني تبقى ترى مصبوط، ما حط يدك كذا ما حطها ولا قاعد ناظر في السد فيه الدنيا. أقول المسألة على النية يا حبيبنا. ها؟ تبدأ هذه الحركة ذي من باب أني يشكك فيه. طيب ما قبل ما يثنى عليه أنا أمزح معه وألعب وبسوط، بس يوم جت الميدان لذة الخيل وصارت عند النهى لا اسمح لي الله يحفظ، كذا جاء فيه جوائز وفيه تمييز وفيه دروع وفيه أفضل وأحسن، اسمح لي الله يجزاك خير، أحب خله في المهجع وراها. هنا يكون لما الشيطان دائما حتى لا تستمر الصداقة يوقع العداوة بين الأصحاب بالغيرة. الغيرة طبعا تتولد، الغيرة مركوزة في كل نفس، كل واحد حتى الأطفال الصغار، ما تلاحظ صغير إذا ولد له أخ يطب بخنقه وش تسوي؟ قال أحبه يا بابا، والله بيفصل رقبته، مو بيحبه، ما يبي لنا شاركة. وعند المشاركة في الشيء الواحد تخرج له. كلنا نبي فارس رصيدك أو إيش يسمونه، أكثر جماهيرية، أكثر جماهيرية، أكثر متابعين في تويتر، أكثر من إلى أكثر 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 أكثر، وكل واحد لنا له ميزة للشخصية. لا لا لا، الله عطاك شيء ما عطاه الثاني، وعطاه شيء ما عطاك إياه،
ولذلك تأتي هذه الندية اللي إن تجاوزت ما صارت حب، وإن دعتك إلى الغبطة في حسد حلو، حسد جميل، حسد شرعي. قال الحبيب: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال ورجل آتاه الله القرآن، هذا يقرأه أنا الليل وذاك تصدق به. هؤلاء نحسدهم، نقول يا ليتني مثل فلان وحفر آبار وابني مساجد وذا، فيعطيك الله مثله إذا صدقت اغبطه. لكن مثل ذاك، يعني الفرق، واحد مع السيارة جديدة، يا الله أن تعطيني مثل ما أعطيت فلان، هذا غبطة، حطني مثله، الله يرزقك حادث يطلعونك بالمناشير. أعوذ بالله من الشيخ، هذا دمره بالمناشير يطلعونه من السيارة، أعوذ بالله. طيب ايش ذنبه؟ خلف سيارته واطلب اللي اعطاه يعطيك. صادق والله العظيم. حتى لو اطلب لماذا يا اخي انت تضيق له مساله؟ اللي اعطاه يعطيك، الكريم هو ربي سبحانه. لكن الشيطان لا، يجعلك في دائره احترق، يحترقون. ولذلك احبابي الحسد، قال الحبيب عنه: ان الحسد لا ياكل الحسنات كما تاكل النار، هو نار كما تاكل الحطب، هو نار. لاحظ احبابي الغمر اللي حطيته كم خمسة حطينا قبل المغرب، وينه؟ راح. مثل حسنات الإنسان الحاسد ترجع تكرمون في وجه العدو رماد، ما في شيء. لا ولا شيء. وبعدين تلقاه يغلي محترك. شفت القدرة الكاتم إذا بعدها بدأ يلعب هالصفر. لا تجوعنا، مجوعينهم أنتو. شيخ المندي شغال، جزاه الله خير. طيب شيخنا، عشان الوقت بس باقي تقريبا على الأذان 10 دقائق وحولها، شاو عنده مداخلات بعد الأذان، بس أنا أبغى أنبه على موضوع معين. والحديث والله أنه ماتع وشايق مع الشيخ، خصوصا عن موضوع يعني الله وفقنا وطرحناه، والله أنا والشيخ جايين كالعادة بنجيكم بنسولف معكم، ما راح نحدد موضوع، واللي عندكم تبون تقولونه الشيخ بين يديكم. لكن أنا ودي بس نتكلم يا شيخ الآن عن وقف الأب، لأن ودنا نتكلم عنه شوي، ونذكر المشاهدين عن هالوقف المبارك اللي ما وصل من مبالغ إلا شيء يسير، والوقف قيمته 22 مليون، ووقف الأب هو موجود في مكة المكرمة والأجور هناك مضاعفة. فإحنا ودنا يا شيخ بكلمات ترسلها لنا لعلنا نبادر لهالوقف، إحنا ودنا يكتملها اليومين. وش تقول يا شيخ؟ أنا حقيقة أنا متفائل جدا، يعني وإن كان المبالغ التي أتت لوقف الأبي قليل، لكني وربي متفائل، اللي أعطانا الأمطار والخير كريم جل وعلا، ويحيي العظام وهي رميم، ويحيي الأرض بعد موتها بهالماء الجميل. والله يا أحبابي قد تحيون آباءكم اللي ماتوا الأحياء، تحيون فيهم الحب، وتحيون فيهم قبور تتوسع، وتحيون الأمل في البر الحقيقي يوم أن نصدق مع الله في الصدقة الثابتة أو التي يبقى أصلها ويسبل منفعتها، كوقف أحبتنا في دوقة في مكة. أنا حقيقة متفائل، وأدري من اللي يسمعونا يمكن بعض الناس ما أطلع اليوم عشان مطر والجو بارد صحيح، ويجتمعون حول الشاشة الجميلة. أحبابي والله إن المال ماله، والله ما عندنا شيء. أبو بكر بكى رضي الله عنه عندما سمع قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أموالهم كيف يشتري الله منك؟ أعطاك ثم استقرضك. والله يا أخوان لو يعطيني واحد شيء ثم يقول رجعه، يعيرني إياه ثم يقول عطني، تكفى يا سعود بترده، ما لي وجه له. له مالك شيء، هو لك والمال وماله أصلا. تعطي أنت الآن اللي تبقيه، اللي تبقيه له واللي تنفق منه له. وأصدقنا الذي إذا أعطى فرح بالعطاء أكثر من الإبقاء. وترى كما قيل: إذا دعيت لباب بر وما دخلت معه، أنت ما تحرم الوقف ولا تعرف تحرم الفقير، أنت تحرم نفسك. في الحديث: استطعمتك يا ابن آدم فلم تطعمني. لا تحرم نفسك. ولذلك أنا متفائل أحبابي مع هالجو الجميل ومع الكرم من الكريم جل وعلا، أعطانا وأعطانا وأعطانا. أنا أنادي اللي يبغى الغنى، اللي يبغى تفريج الكروب، اللي يريد العافية، يا مرضى، يا من لم تتزوج، يا من أغلقت في وجهه الدروب، يا مديون، أنفق من مال الله ينفق عليك، وداووا مرضاكم بالصدقة، وفرجوا الكرب بالإحسان، فإن من أحسن إلى خلقه أحسن إليه الخالق جل وعلا، لأنه أولى بالكرم منك أيها المخلوق. بارك الله فيك شيخنا. والوقف طبعا احنا جعلناه من أهدافنا في هالبرنامج، وإن شاء الله أن دائما نعيد ونكرر
وصراحة في الخير ما راح نتوقف دام الموضوع لوقف ولصالح جمعية بر خيرية، ما راح نتوقف لأن كلنا ما نطلب لأنفسنا، نطلب لهؤلاء الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين والمحتاجين يعني أن تتغطى حاجتهم، وبإذن الله أنه أهل الخير كما عودونا في الأوقاف الماضية بأن يكتمل هذا الوقف في زد رصيدك، وقيمة 22 مليون وما هي صعبة على كل من يشاهدنا والناس اللي تشاهدنا الآن زي ما قال الشيخ أمام الشاشات والأمطار والخير والبركة، أن نوجه لهم دعوات نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، يتقبل صدقاتهم أن يبارك فيما يعطون، وزي ما قال الشيخ المال مال الله، أعطانا هذا المال ونحن ننفقه، وفي الأخير في ملكان ينزلان في كل يوم، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا فابشر بالخلف، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله سبحانه وتعالى في كتابه يمثل الآن كأنه يمثل حالنا، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن إيش؟ عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، الله غني عنا ولكن نحن الفقراء. ثم قال وإن تتولوا إن تولينا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ترى بيجون الناس غيرنا ثم من يعطون، ودائما حتى نكون مبادرين ومعطين للخير. لا أقول والله والله اليوم أنا ما هذا الكلام موجه مو بلي أنا، الكلام ذا موجه للشباب وللناس الثانيين، لا الكلام اللي تشوفنا الآن ومطلع يتابعنا الآن كلام موجه لك، موجه لك أنت اللي تشوفيننا، يعني أهل الخير أنتم أهل الخير وأهل الصلاح، وكل إنسان منا يتمنى من الله سبحانه وتعالى إن كان عنده مريض أن يشفى مريض بها الصدقة، حنا باب جعلناه باب من أبواب الخير ندعو له، ندعو له حتى يكتمل هذا الوقف عاجلا، وحنا والله فرحتنا ستكون بإذن الله فرحة يعني غامرة وفرحة جميلة إذا اكتمل هذا الوقف، لأن لصالح جمعية خيرية، والجمعية الخيرية هذه يعني تتمنى أيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وش بعد تبي؟ مساكين فقراء محتاجين، والله العظيم يا شباب ولا يهون الشيخ سعد في مجالس أحيانا لو قلنا أن نعرف عائلة محتاجة، والله العظيم نعرف عائلة محتاجة وأنهم حتى اسطوانة الغاز ما هي عندهم والأكل والشرب مو عندهم، تكفون يا الربع فزعة في مجلس المجالس، وفي مجالس كثيرة يعني سوينا مثل هالحركة، والله إن أكثر من واحد موجود في المجلس أعطى من عنده، اللي أعطى ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا أربعة، واغتنوا هالعائلة بسبب وقفتهم وفزعتهم لهالعائلة المحتاجة في مجلس واحد، والسبب المبادرة في شخص بادر اتكالية. احنا نعرفه أنه الآن هم مخصوصين أهل المجلس، أيوة. المشاهد الآن لو عرف أنه هو بذاته هو المخصوص صح. ما اتكل على ملايين المشاهدين بإذن الله خلال ثلاث أربع أيام يكتمل الوقت بإذن الله، بس هي مشكلة في الاتكالية. أيوة احنا ما نبي الاتكالية ولا لا يا شيخ حقيقة. إذا كنت تريد أن يتوكل أحد بالدخول الجنة عنك فتوكل، فوكل. إذا كنت تريد أحد يعني يكرم من الله غيرك فاجعلها لغيرك، أما إذا أنت تريد الجنة وتريد الكرم تريد الرزق والعافية وانشراح الصدر فالله الله ألا تلتفت يمينا ولا يسار. وترى مشكلة الاتكالية حتى في خطب الجمعة في سماع المواعظ، الحين الخطيب يقول اتقوا الله، وش بيقول اللي مثلي؟ الله يهديهم، ما اتقوا الله أنت الله يحفظك، ترى خطاب لك يا أيها الذين آمنوا أنت. ولذلك دائما الإنسان الذي يعيش مبادرا هو اللي يعيش، اللي يرى أن كل إذا دعي للبر فهو أنا، دعي للإنفاق أنا، دعي للخوف من الله أنا، ليس أحد. ولذلك الاتكالية هذه لا تقيم لا أوقاف ولا تقيم صلاحك في نفسك. أسعدنا أتقانا لله هم الذين يرون أن القرآن خطاب من الله لهم، خطاب رسالة بالبريد المسجل الخاص باسمك أنت ولك ولي ولك ولي. ولذلك إذا قصر غيرك لا تلتفت بتقصيره، أنت اعمل ما عليك، اللي يقدر الآن اللي يقدر على 500 ريال ريال يا أخي لا يستقله، أنت الريال هذا اللي أعطاك الله، ريالك عند غيرك 100 ألف لكن عند الله ريالك مع صاحب 100 ألف سواء في الأجر. يا سلام، لأن الله مو بسألك ليه ما صرت تاجر، مو بقايل لك ليه فقير. والله يا شيخ وللكلام للجميع، والله إني أرى أن بعض الفقراء والمحاويج هم أقرب للصدقات من أهل الغنى، قلوبهم مسكينة يرون الخطاب الشرعي لهم، يعني بعض الحريم تمسكينة ما عندها إلا اللي في إصبعها خات وتطلعه سهل الله خير، واللي حتى في أوقاف أخرى ورعتها بداية تتصل على بعض رؤساء مجالس الجمعيات عجز وتجي تقول وينك فيه، تجيب صارة لها كل الذهب اللي عندها حاطته في كيس منديل وفوق المنديل كيسة، تقول والله لا أجد غير هذا كله. والله يذكرونك بقصص السلف، حتى بعض خلي عند الشيء قطعة يا أم فلان، قلت لا لا لا
عند ربي ما يضيع وعندي يضيع. أرسلها هو. عند ربي ما يضيع وعندي يضيع. الله. أنا أعرف مجموعة من من أحد الإخوان لديه إشراف على بعض الدور، معلمات أكثر من 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 50 معلمة أو أقل، لديهم تداعي للبر، إذا وجدوا عمل خير فورا في حساب لأحد الجمعيات الموثوقة، إذا دعوهم فورا حالة 50 أو 45 فورا 1000 ريال من الهاتف المصرفي، اجتمع 50,000 في نصف ساعة وقام المشروع الدعوي فورا. الله أكبر. معلمات، هذا 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 الذي يبقى، هذا الذي يبقى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا من الشح، وعلى الله يتوب علينا من تصديق إبليس. لاعب ابن إبليس لعب، نشهد. ترى 500 اللي طلعت والله ما تشوفها، خلك على 100. جاب ياخذ 100، قال ترى 100 وايد، تعرف وسط الشهر وملابس شتاء، وبدا يا اخي اكسوا ابنائكم برعايه الله لهم بالنفقه، هذا بتسوى، حفظهم ربي لك. والله من واحد طالع يقول امي والله مسكت فرامل، والله ما بيني وبين كفر التريله الا 5 متر. صنائع المعروف، ها، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني يا شيخ مو لازم ادفع السهم كامل 1200 1000 مدري كم، لا 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 لك من 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 الريال الى انت تقرض الله، وبعدين بعضهم يقول والله الشهر الماضي اعطيت انفقت يكفي، والشهر الثاني والثالث، اليس الله لا زال يمدك في العمر والعافيه والصحه؟ الا سال كل صباح يخرج الملك فينادي اعطي منفقا خلفا، يعني يوميا يدعون تصدق. احبابي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس للنفقه، بعضهم يأتي بقبضة من شعير، فكان المنافقين وش يقولون؟ الله في غنى عن قبضتك، وإذا جاء الغني وعطى ماله قال ليس لله، ولذلك قال الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين هذه يعني تلمزون لأنها لا يلمزه الله يقبل، كما قلت في اللقاء الماضي الله يقبل تمرة بل شق تمرة، وش بقعد والتمرة الله. والله يقبل يقبل الصدقة فيربيها، يعني هي في عينك قليلة، يربيها لك كما تربي أحدكم فلوه، يا سلام، المهر الصغير أو الحوار الصغير لين يكون عظيم، بل مو بيصير حوار ولا يصير ناقة، لا، حتى تكون كالجبل العظيم، يا الله. ثم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأحبابي ترى ما تلاحظون اللي منا أحيانا يخطي، وإذا كان كريم، إذا كان واحد من الشباب يباشر ودائما في المطاعم والله علي ومرة تيس، هذا حبيب هذا لو يخطي علينا كمجموعة عادي، لكن لو يجي واحد منتف قعيطي على البلاء، ها، جلده، ها، ما يطلع الرياء ثم يخطي، وش تسوي؟ هجمة مرتدة، هلا طول يقصفون جبهته من زينك عاد وزين، ها. ولو يخطي ذاك الكريم اللي يعطي وتجي وما جاء، وجينا فلان يا اخي شايف نفسه وش يقول؟ بس ولا كلمه، فلان يسوع مليون من شكلك، مع ان ذاك فلان ترى ما في خير واجد، لكن احسانه كاش، ها، احسانه غطى سلبياته، لو ما في احسان كان سكر باب الاستراحه والله ما يدخل، لكنه اليوم كان. انا اقول هذا المثال لبعضنا، عندك اخطاء كثيره، الله يراك، الله عليم حكيم، الله يطلع، الله رقيب، لكن إذا رأك تحسن إلى خلقه كان جل وعلا أولى بالإحسان منك، فلربما أدخلك الجنة بلا حساب. حديث الرجل الذي كان يداين الناس وكان يتجاوز، قال الله نحن أحق بالتجاوز عنه، خذوا عبدي إلى الجنة. فأحبابي أخلطها اللي بيننا وبين الله، لا، فيها مشاكل واجد وذنوب، والله لو الذنوب لها روائح كان ما احد جلس جنب الثاني. الله وكان عليكم السلام، مرحبا. الله الله يا محمد، السلام عليكم، بارك الله يسعدك، طيب، مساكم بخير، كرمك الله، شني عنك، طيب، الله يسعدك، يبارك فيك. طيب شيخ، على طاري الاسهم اللي يقوله سعود، احنا الاسبوع الماضي قلنا ضيفوا ابائكم، صح؟ قلنا قيمه ذبيحه ب 1200 و500. اتصل علي احد الاخوه ويقول ان امي تسلم عليكم جميعا، ويقول اطري معي في الصندوق الحين، ابي اوصله لكم في القريه، تبيض الله وجهك. ليه؟ قال انتم قلتوا في الحلقه ضيفوا ابائكم، هي تبي تضيف ابوي ابوها على الهواء عندكم، زين، على اساس انها الوقف، جزاه الله خير، تبيض الله وجهه وجزاه الله خير، احنا ما نستقبل الطليان، لكن قيمه الطلي هذا تبيعه جزاه الله خير وترسله على
نشري خليني اكمل قلت انا السالفه ذي قلت انا ولدها السالفه ذي المهم قال ولدها وعلم امه ورجع وكلمني من جديد قال لي قل للشباب ان في ضيافه من امه لكم ثلاثه يوس ان شاء الله انا جايه الايام الجايه باذن الله نكرمكم ان شاء الله في الخيمه على حساب ام سعيد الله يجزاها خير الله يجزاها خير الخير يكثر من امثالها الله يجزاها خير لكن ركز على يكثر من امثالها لو تسمحون لي يا شيخ تخيل ام سعيد تخيل كل واحد الان يشاهد يقول الشيخ اسمه انه فلان ابن فلان فلان ادعم فلان ابن فلان فلان ادعم فلان فلان راح نذكره فما بالك لو كل شخص جالس لو طلع اسمه الان على الشاشه وش بيسوي؟ والله لا يدعم لو ايش لو يبيع ملابسه فما بالك ان الله يشوفه ويذكره ويعرف اسمه يا سلام ويربي صدقته لو تخيلت التخيل هذا زانت علومك الجواب عندهم ما عندي هو في قاعده اذا انقلبت عندنا في الحياه ستكون النفقه عندنا اغلى يعني المال الذي يخرج اغلى من الباقي هو اذا اخذنا قاعدته ان الذي تبقيه ليس لك والذي تنفقه هو لك لاحظ ان الاصل ان اللي نبقيه لنا ولا لا اللي في حسابك وفي محفظتك لك والاصل مو بلك يقول ابن ادم مالي مالي هل لك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت وما لبست فابليت وما تصدقت فابقيت انت اذا ما تصدقت انت اتلفت مالك وإذا تصدقت أبقيت مالك أبقيت باختصار أي أيوة والله استاذنك شيخ أذان عندو هبي في شاي يا شباب في شاي ما في يا هلا والله شنو يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله